السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر محمود النياوي، النهاردة شرح ليسون 7 مادة الاي سي تي لجريد 4. النهاردة ليسون 7 معانا بعنوان Collecting, Analyzing and Graphing Data. طيب، من عنوان الليسون كده النهاردة احنا واخدين بالنا ان النهاردة هنتكلم عن الداتا، تمام؟ طيب، لما اجي اتكلم عن الداتا، الدرس النهاردة او الليسون بتاعي بيتكلم عن ازاي ان انا اعمل collecting، يعني ازاي اجمع الداتا، وازاي اعمل لها analyzing، يعني احلل او اعمل تحليل للداتا، كمان اعمل graphing يعني ارسم الداتا بتاعتي اللي انا جمعتها دي في شكل ايه، رسوم بيانية. يبقى عنوان درس النهاردة او عنوان ليسون النهاردة Collecting, Analyzing and Graphing Data، يعني ازاي اجمع واعمل تحليل او افهم البيانات بتاعتي وارسمها في شكل ايه، رسم بياني. عايزك تعرف ان العلماء وعلماء الآثار لما بيقابلهم أي مشكلة بيحلوا المشكلة بتاعتهم دي عن طريق 3 حاجات. إيه هما طيب ال3 حاجات يا مستر محمود؟ ال3 حاجات هما collecting, analyzing and graphing data. يبقى إحنا كده النهاردة هنتكلم عن إيه، إزاي نحل المشكلة عن طريق 3 خطوات، هي ايه؟ collecting, analyzing and graphing data. والجملة اللي معايا هنا بتقولي ان scientists and archaeologists، العلماء وعلماء الآثار، can solve problems by، يقدروا يحلوا اي مشكلة عن طريق collecting, analyzing and graphing data. خلي بالنا عشان دي ممكن تيجي في شكل سؤال complete أو choose. طيب، يبقى احنا كده اتفقنا ان احنا عشان نحل اي مشكلة بيبقى عندي 3 خطوات: collecting data, analyzing data and graphing data. يبقى اول خطوة معايا اللي هي ايه، collecting data. طيب يا مستر، دلوقتي انت بتقولي ان انا علشان احل المشكلة او اي مشكلة بتقابلني، اول خطوة the first step of solving problem is collecting data. تمام. طيب، اقدر احصل على الداتا دي او اعمل لها collecting منين؟ اقدر اوصل للداتا دي منين؟ يبقى you can collect data from a variety of a sources. يعني ايه يا مستر؟ يعني اقدر ان انا اوصل للداتا دي او اكولكت، اعمل collect للداتا دي من مجموعة من المصادر. طيب، ايه هي المصادر دي؟ عندي 4 مصادر. اول حاجة books and articles، يعني من الكتب والمقالات، سواء كانت الكتب او المقالات دي digital، يعني ايه، موجودة على الانترنت، او كانت ايه، print، يعني كانت مطبوعة، كتاب مطبوع زي كتاب المدرسة كده، تمام. او articles، فين الاقي الارتكلز دي او المقالات دي؟ فين بلاقيها؟ في الجرائد او المجلات، سواء برضو كانت مطبوعة برنت او كانت موجودة على الانترنت. تاني حاجة معايا اسمها records، اللي هي عبارة عن ايه، logs and reports. طيب، ايه الريكوردز دي يا مستر؟ يعني دي بتبقى عبارة عن سجلات، بيبقى اسمها records، سجلات، وبتبقى موجودة تبع ايه، منظمات او هيئات مثلا حكومية بتوفرها علشان تقدر توصل للمعلومات. يبقى اول حاجة books and articles، وتاني حاجة اسمها ايه، records. طيب، تالت حاجة معايا اسمها surveys، وsurveys دي معناها او الترجمة بتاعتها يعني ايه، دراسة استقصائية، اسمها كده دراسة استقصائية، ودي بتبقى عبارة عن دراسة، الدراسة دي بتبقى عبارة عن ايه، ان في شركة او منظمة معينة بتجيب مجموعة من الناس وتبدأ تسألهم اسئلة عن موضوع معين، فيقدروا من خلال الاسئلة دي ان هم
ايه يوصلوا لمعلومات معينة عن ايه موضوع معين، بيبقى ده اسمه ايه سيرفي. واخر حاجة معايا اسمها ايه اكسبيرمنتس، يعني عبارة عن تجارب احنا بنعملها علشان نقدر نوصل للمعلومات. طيب يا مستر، دلوقتي اول خطوة معايا في حل المشكلة اللي هي كولكتنج داتا، انا عرفت يعني ايه، وعرفت كمان اقدر ان انا اعمل كولكت داتا من المصادر المعينة اللي انت قلت لي عليها. طيب ايه كمان المفروض ان انا اعمله؟ عايزين يا اولاد نتأكد ان احنا لما بنعمل كولكتنج داتا بنوصل للمعلومات، ان مش اي معلومة قدامنا ان احنا ناخدها ونبدأ نتعامل على اساس ان هي معلومة. طيب المفروض اعمل ايه؟ ان انا اتأكد ان المعلومة دي ايه accurate، يعني ايه يعني دقيقة. لازم تكون المعلومات اللي انا بدور عليها او بجيبها وبعمل لها collecting لازم تكون ايه accurate، يبقى لازم تكون دقيقة. يبقى always make sure that the information you are collecting is accurate، تكون دقيقة، وكمان تكون ايه from trusted source، يعني تكون من مصدر موثوق، مش اي حد بيكتب اي حاجة او بيكتب اي معلومة على الانترنت او الفيسبوك مثلا او اي ويب سايت في السوشيال ميديا فاحنا ايه ناخدها ونقول احنا كده عملنا ايه كولكتنج داتا. لا، لازم اتأكد من يكون المصدر بتاعي تراستد، تراستد يعني يكون موثوق، اهي كلمة تراستد يعني موثوق، وكمان تكون الايه المعلومة دي ايه اكوريت يعني دقيقة. تمام. طيب عندي كده مجموعة من المعلومات خارج الكتاب المدرسي موجودة في كتاب بوني بتديني ايه تعريفات او شرح عن حاجات معينة. اول حاجة معايا هنا بيتكلم عن الديجيتال بوكس، بيقول لي ان الديجيتال بوكس دي هي اسمها ديجيتال بوكس، او كمان اقدر اقول عليها ايه الكترونيك بوكس او كتب الكترونية. تمام. طيب ايه كمان احنا نقدر نقرأ الديجيتال بوكس او الالكترونيك بوكس دي على variety of devices، يعني اقدر اقراها على اجهزة كتير زي ايه زي السمارت فونز والتابلتس والكمبيوترز. يبقى تقدر ان انت تقرأ الديجيتال بوكس او الالكترونيك بوكس دي على الايه السمارت فون او التابلت او الكمبيوتر بتاعك. كمان بيقول لي على البرينتد بوكس، الكتب المطبوعة، قلنا ان هي عبارة عن ايه physical objects made of paper and ink، معمولة من ايه الورق والحبر. كمان بيعرفني يعني ايه logs and reports، وبيقول لي ان دي provide a written record of information over time are more details. logs are more detailed and provide a chronological record of events or activities، يعني الريكوردز دي او الريبورتس دي بتكون عبارة عن نسخة مطبوعة ومتسجلة من ايه معلومات معينة عن حدث معين عن موضوع معين في شكل ايه ريبورت او تقرير بيكون مكتوب عن الحدث او عن الحاجة أو الموضوع اللي احنا بندور عنه. تمام. طيب قلنا كمان إن الريبورتس دي on the other hand are usually more concise and provide a summary of information based on data collected in the logs، يعني الريبورت ده بيكون ملخص لمعلومات معينة عن حدث معين أو موضوع معين. كمان بيشرح لي او بيقول لي ايه هو السيرفي، وقلنا ان السيرفي دوت زي ما قلنا قبل كده ان بتبقى فيه منظمة او شركة بتعملها على مجموعة من الناس، بتجيب الناس دي وتبدأ تسألهم اسئلة عشان يقدروا يوصلوا لمعلومات معينة عن ايه موضوع معين. فبيقول لي ان السيرفي is a research، هو عبارة عن طريقة بحث used to collect data، بتستخدم عشان ان انت تجمع معلومات about topic عن موضوع معين from a sample of individuals، يعني بنجيب مجموعة من الأفراد أو الناس individuals يعني أفراد، ونبدأ إن إحنا إيه نسألهم مجموعة
من الأسئلة usually through the use of questionnaires or interviews. بنقابلهم ونسألهم أسئلة فنبدأ إن إحنا نوصل للمعلومات اللي إحنا عايزين نوصل لها من الناس في موضوع معين. كده اتكلمنا عن أول خطوة اللي هي collecting data. بعد كده ندخل على إيه تاني حاجة اللي هي analyzing data. طيب انت دلوقتي جمعت مجموعة من البيانات، بعد ما تجمع البيانات دي المفروض ان انت ايه تبدأ تفهم البيانات اللي انت جمعتها دي وتحللها وتعرف البيانات دي عبارة عن ايه. يبقى when you analyze the data that you collected اول حاجة لازم تعمل review your findings، يعني تبدأ تراجع البيانات اللي انت ايه جبتها او ان انت قدرت ان انت تحصل عليه. يبقى اول خطوة في الـ analyzing data بعمل ايه review your findings، يعني بتبدأ تراجع البيانات. تاني خطوة معايا بيقول لي interpret what those findings mean. يعني ايه يا مستر؟ يعني بعد ما انا جبت المعلومات اللي انا جمعتها وبعد ما راجعتها، بعد ما عملت review your findings وراجعت البيانات بتاعتي، لازم اعمل ايه؟ افسر البيانات دي، افهم معناها ايه. يبقى interpret what those findings mean، معنى البيانات اللي انا جبتها دي ايه. بعد ما براجع البيانات بتاعتي وبفسرها وافهم معناها كده، انا بقدر اعرف الحدث او الموضوع المعين اللي انا بدور عنه هو حصل ازاي وحصل ليه وايه كمان اللي ممكن يحصل بعد كده. يبقى you can use the data to find out what happened، ايه اللي حصل، why it happened وليه ده حصل، and what is likely to happen next، ايه اللي هيحصل كمان بعد كده، and what should be done، يعني ايه اللي ممكن كمان احنا نعمله في المشكلة او الموضوع اللي احنا بندور عنه. تمام. نقطة مهمة جدا هنا بيقول لي the best way to interpret a lot of data is to look for trends in the information. يعني ايه؟ يعني افضل طريقة ان انت تقدر تفسر بيها البيانات اللي انت جبتها او تفهمها هي البحث عن ايه؟ عن المعلومات دي، المعلومات اللي فيها المتكررة معناها ايه، فاقدر افهم المعلومات اللي انا جبتها دي بتقول ايه. يبقى ادور على الاتجاهات، الترندز، الاتجاهات يعني ايه؟ يعني الحاجات المتكررة في البيانات اللي انا جمعتها دي، فاقدر اوصل لحدث اللي انا بدور عنه او المشكلة اللي انا بدور عليها حصلت ازاي واقدر افهم. طيب كمان بيقول لي ان افضل البرامج اللي انا ممكن استخدمها وتساعدني في ان انا احلل البيانات واعمل لها انالايز هو برنامج الاكسل. يبقى مايكروسوفت اكسل is one of the best programs to analyze data. يبقى لما يجيب لي هنا choose او ممكن يقول لي complete، هيقول لي نقط is one of the best program to analyze data، هقول له ايه؟ مايكروسوفت اكسل. طيب بعد ما عملت collecting للداتا وبعد ما فهمت الداتا بتاعتي بتقول ايه عملت لها كمان analyze، اقدر بعد كده ان انا اعمل ايه اخر نقطة معايا graphing data، اقدر ارسم الداتا بتاعتي دي في شكل رسم بياني. طيب الرسم البياني زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي قدامي دي، هو بيبقى عبارة عن رسمة كده متكونة من ايه، اعمدة، عبارة عن columns. يبقى once you have analyzed، بعد ما بتعمل analyze للinformation بتاعتك، you have to collect المعلومات اللي انت جمعتها are ready to graph the information. نبدأ بعد كده ايه نرسم المعلومات بتاعتي او البيانات دي في شكل ايه، رسم بياني زي ده كده بالظبط. A common graph is a bar او column graph. يعني ايه يا مستر؟ يعني الرسم البياني المتعارف عليه او الناس كلها عارفاه هو الرسمة زي اللي قدامك دي كده في الصورة، بتبقى عبارة عن ايه، عبارة عن كولم، عبارة عن شكل عمودي او شكل اعمدة اسمه كولم جراف. يبقى كومون جراف از ا بار او ايه، كولم جراف.
تمام. الرسم البياني اللي قدامي ده لما باجي ارسمه هو بيعرض لي معلومات اللي انا جبتها، يعني هو بيقول لي المعلومات اللي انا جبتها دي برسمها في شكل ايه، رسم بياني، فبتبدأ توضح لي المعلومات اللي انا جبتها واقدر اقارن ما بينها وما بين الحاجات التانية اللي انا برضو جبتها. يبقى بار جرافس clearly present and compare different categories of information، يعني كل عمود من دول ممكن يكون بيعبر عن حاجة، فأقدر إن أنا أقارن ما بين مثلا الموضوع ده والموضوع دوت في شكل الإيه، الرسم البياني. كمان أقدر أرسم الرسم البياني ده على ورق، يعني أقدر أرسمه بالورقة والقلم، أو ممكن إن أنا أعمله على برنامج الإكسل. يبقى you can draw graphs on paper or make them on computer using a software like Microsoft Excel. تمام. هنا مديني example اني نسمة قابلت مجموعة من الطلبة وبدأت تسألهم عن ايه اكتر جهاز انت بتحبه. يعني نسمة جابت اصدقائها في الفصل بتاعها، وهم كان عددهم 14، فبدأت تسألهم كل واحد بتسأله بتقوله ايه اكتر جهاز انت بتحبه او بتحب ان انت تستخدمه. فهنا بيقول لي اهو، نسمة interviewed her classmates about their favorite device، يعني نسمة قعدت مع اصدقائها في الفصل وبدأت تسألهم عن الفيفوريت ديفايس او اكتر جهاز هما بيفضلوا. ان توتال يعني في الاجمالي، شي انترفيود 14 كلاس ميتس، هي قعدت مع 14 كلاس ميتس، 14 واحد من اصدقائها. كولكتد زير انسرز اند سورتد ذيم انتو جروبس، يعني هي جمعت الاجابات بتاعتهم وبدأت تعملهم في شكل جروب أو مجموعات. إزاي في شكل جروب أو مجموعات؟ This information that she analyzed، المعلومات اللي هي جمعتها وصلت إن في 7 من أصدقائها قالوا إن هما بيفضلوا السمارت فونز. 7 classmates said their favorite device was smartphone، وفي 5 من أصدقائها قالوا إن هما بيفضلوا اللابتوب، وكمان في 2 من أصدقائها قالوا إن هما بيفضلوا التابلت. فنسمة عملت الشكل البياني اللي قدامنا ده، تمام، وعملت خط كده وخط كده. انتوا المفروض يعني ممكن، أنا مش متأكد انتوا خدتوا شكل الرسم البياني في الماث ولا لأ، بس ممكن تكونوا هتاخدوه. فبتبدأ نسمة تعمل الرسم البياني، فعملت خط هنا وقالت ده numbers of classmates، يعني هنا عدد أصدقائها من الطلبة، وعملت تحت هنا الجروبس أو الكاتيجوريز اللي هي عملتها اللي هي سمارت فونز واللابتوب والتابلت، وبدأت ترسم عمود إن السمارت فونز في 7 زي ما قلنا من أصدقائها قالوا سمارت فونز، وفي 5 من أصدقائها زي ما قلنا قالوا لابتوب، وفي 2 رسمت هنا لغاية رقم 2 وقالت دول التابلت. فقدرت تعمل رسم بياني بالشكل ده كده للمعلومات اللي هي جمعتها، فقدرت تقارن ما بين أصدقائها اللي بيفضلوا سمارت فونز واللي بيفضلوا اللابتوب واللي بيفضلوا التابلت. كده بنكون خلصنا ليسون 7 النهاردة، اللي كان بيتكلم عن الداتا وازاي نعمل collecting وanalyzing وgrouping للداتا. شكرا جزيلا، كان معاكم مستر محمود إناوي، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم وشرح ليسون جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.